ومن الفن إلى العملات الورقية، حيث تعد الكتابة على العملات الورقية ظاهرة شائعة في مصر منذ عقود. ورغم دعوات رسمية مصرية لوقف هذه الممارسة، فإن هذه الدعوات لم تتكلل بالنجاح. مراسلنا محمد الزهار والمزيد في هذا التقرير. ظاهرة الكتابة على الأوراق المالية باتت أشبه بعادة لدى كثيرين من المصريين، وعادة ما ترتبط هذه الممارسة بمناسبات معينة كالتهنئة بأعياد الميلاد أو الاحتفال بالمواليد الجدد أو كنوع من المكافأة المالية التي يعطيها مدرس لأحد طلابه، كما يستخدمها العشاق من خلال كتابة عبارات الحب لتكون ذكرى. استمرار ظاهرة الكتابة على العملات الورقية هي تراث ثقافي طويل وثقافة مصرية أصيلة، نقدر نقول عليها كده. من أول عبارات أحمد بيحب منى، التهنئة بعيد الميلاد، التهنئة بالسبوع، بالأربعين، وبعد كده بعض الناس بعض التيارات استعملتها في لحظات للكتابة السياسية. أنا أظن أنها بدأت تقل. البنك المركزي، الجهة المعنية بإصدار النقود الورقية، بذل محاولات عدة خلال السنوات الماضية للحد من ظاهرة الكتابة على العملات الورقية، آخرها التقدم للبرلمان بتعديل تشريعي يجرم الكتابة على الأوراق المالية، ما دعا نواب البرلمان إلى المطالبة بتفعيل وسائل أخرى للتحذير من الظاهرة لصعوبة إثبات هذه الجريمة. رغم أن البنك المركزي شدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية، فإن الظاهرة لا تزال مستمرة. والله في الأول كانت الدنيا ماشية عادي جدا، من بعد قرار البنك المركزي بعدم تداول الفلوس اللي مكتوب عليها، في عملة كتيرة جدا بقت ترفض تداولها. يعني أجي نطلع الفلوس، عملة كتيرة بتنقي الفلوس اللي من غير كتابة وترجع لنا الفلوس اللي بالكتابة تاني. الكتابة على العملة الورقية بحسب متابعين تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة تتمثل في نفقات التجميع وإعدام العملات المتهالكة بسبب الكتابة عليها وإعادة طبعها من جديد. الكتابة على العملات الورقية في مصر ظاهرة قديمة جديدة أعادتها للواجهة رغبة البنك المركزي في استصدار تشريع يجرم هذا الفعل، رغبة رفضها نواب البرلمان باعتبار أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتم بضوابط أخلاقية مجتمعية وليس قانونية. محمد صلاح الزهار، سكاي نيوز عربية، القاهرة.